بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن تكوين سؤال بفعل مساعد وتعرفنا على الأفعال المساعدة كلها، واتكلمنا عن إمتى أكون سؤال بفعل مساعد، وقلنا بيكون سؤال بفعل مساعد لما يكون في واحدة من الكلمات اللي قلنا عليها yes معناها نعم، نو لا، اوف كورس بالطبع، شور بالتأكيد، سيرتينلي بالتأكيد. لو لقينا أي واحدة من الكلمات دي في الجملة يبقى لازم أكون السؤال بفعل مساعد، وعرفنا طريقة تكوين السؤال في الحالتين لما يكون في فعل مساعد في الجملة أو ما فيش فعل مساعد في الجملة. النهاردة معانا الجزء الثاني من تكوين السؤال، وهو السؤال بأداة استفهام WH question. إمتى بيكون السؤال بأداة استفهام مش بفعل مساعد؟ العكس بالعكس يذكر. لو ما كانش في كلمة من الكلمات اللي قلنا عليها اللي هي yes أو no of course certainly sure، لو ما كانش أي واحدة من دول في الجملة يبقى لازم أكون سؤال كده بأداة استفهام حسب المعنى أو الشيء اللي هسأل عنه. نتعرف كده على أدوات الاستفهام مع بعضنا. أدوات الاستفهام زي ما حضراتكم عارفين وأخذناهم تبعا في المرحلة الابتدائية، منها اللي بيسأل عن الشيء what معناها ما أو ماذا، تسأل عن الشيء who معناها من، تسأل عن الشخص العاقل when معناها متى، ودي بتسأل عن الزمن أو الوقت. Where معناها أين، دي السؤال عن المكان. How معناها كيف، ودي بتسأل عن الكيفية أو طريقة الشيء. Whose معناها لمن أو ملك من، ودي بتسأل عن المالك، تسأل عن مالك الشيء. Why معناها لماذا، ودي بتسأل عن السبب. What time معناها ما الوقت، وبتسأل عن الوقت. What color ما لون، وبتسأل عن لون الشيء. What type أو what kind معناها ما نوع، وبتسأل عن نوع الشيء. How long كم المدة، وبتسأل عن المدة أو بتسأل عن المسافة، في فعل الاثنين مدة مسافة. How high كم ارتفاع، ودي السؤال عن ارتفاع الشيء. How many معناها كم العدد، وبتسأل عن العدد. How much ودي أداة استفهام بتسأل عن حاجتين برضو، تسأل عن كمية وبتسأل عن السمن. How old كم عمر، ودي بتسأل عن العمر. How far كم بعد، تسأل عن بعد المسافة. How often معناها كم مرة، تسأل عن عدد المرات. How heavy كم وزن، وبتسأل عن الوزن. How tall ما طول، وبتسأل عن الطول. How fast كم السرعة، وبتسأل عن أكيد السرعة. How deep ما عمق، وبتسأل عن العمق. How wide ومعناها كم اتساع، فبتسأل عن الاتساع أو عرض الشيء. دي مش هقول كل أدوات الاستفهام أو معظم أدوات الاستفهام الأكثر استخداما. طيب هنقول تاني، إمتى بيكون السؤال بأداة استفهام لما ما يكونش في كلمة من الكلمات اللي اتفقنا عليها في الحلقة اللي عدت اللي هي yes no of course sure certainly، لما ألاقيش كلمة من دول يبقى كده السؤال بتاعي هيبقى بأداة استفهام، وكده هيبقى يسأل عن وقت، عن مسافة، عن عمر حسب السؤال. طيب ازاي اكون سؤال بأداة استفهام؟ تكوين السؤال بأداة استفهام له قاعدة ما ينفعش تتعداها، له ترتيب ما ينفعش تسيب او تزود حاجة عليه او تشيل حاجة منه. اول حاجة، اول خطوة، بنبدأ بكلمة الاستفهام او أداة الاستفهام. الخطوة اللي بعديها الفعل المساعد. اوكي، أداة الاستفهام، خطوة الثانية بحط الفعل المساعد، بعدها الفاعل،
بعديها الفعل الأساسي، بعديها بكمل الجملة بتاعتي مع مراعاة حذف الشيء اللي بسأل عنه، ودي حتة مهمة جدا، حذف الشيء اللي بسأل عنه. يعني مش معقولة بستخدم أداة الاستفهام مثلا وليكن وين، متى، بكتب الوقت في السؤال، يبقى أنا كده بسأل وبجاوب، ده كلام غلط. يبقى لما أجي أسأل عن الوقت أشيل الوقت من السؤال، بسأل عن المكان أشيل المكان من السؤال إلى آخره. طيب نبدأ كده ناخد أمثلة ونشوف. هنقول I play, sorry, I am a student. طيب هي دي جملة وعايز أكون عليها سؤال، هعمل إيه؟ عايز أكون what، أكون سؤال what. أوكي طيب أول خطوة ببص لها أهو الجملة اللي قدامي فيها كلمة من الكلمات اللي قلنا عليها yes, no, no, sure, certainly, of course، مفيش. يبقى السؤال بتاعي اكيد هيبقى بأداة استفهام، حتى لو هو مش مديها لي. لو انا في محادثه من المحادثات وعندي جمله لازم افرق الجمله اللي قدامي دي هسال عليها بفعل مساعد ولا بأداة استفهام زي ما اتكلمنا، مش هعيد تاني. اوكي اهي الجمله عندي ما فيهاش كلمه من الكلمات، يبقى السؤال بفعل مساعد، عايز اكون وقت وليكن وقت، يقول انا اكون تلميذ، اسال بماذا؟ يبقى اكيد السؤال هيكون ايه كده حتى بالعربي، عربي هيكون ايه؟ ماذا انت تكون؟ تعالوا نكون السؤال بتاعي بأداة استفهام وات، هبدأ بيها وات، يلا أداة استفهام ترتيب السؤال اهو عندي. اوكي بعد أداة استفهام فعل مساعد، في فعل مساعد في الجملة؟ في ام، واحنا اتفقنا في التحويلات زي ما بلتزم بيها في السؤال بفعل مساعد بلتزم بيها في السؤال بأداة استفهام. عندي I am بتتحول ل are، am بتتحول ل are، و I بتتحول ل you، what are you. في حاجة تكمل تاني؟ في كلمة student، طيب دي ماذا أنت تكون تلميذ؟ لا، يبقى بحذف الحاجة اللي بسأل عنها اللي هي كلمة student، what are you. مثال تاني أكثر إيضاح، أحمد، سوري أحمد is eating fish in a restaurant. دي الجملة اللي عندي، أحمد is eating fish in restaurant. طيب تمام، يلا عايز اكون سؤال على الجمله دي، ممكن اكون مجموعه اسئله على فكره، يعني مثلا اكون سؤال على الجزئيه دي in a restaurant، عايز اكون على كلمة fish، عايز اكون على كلمة احمد، كل واحدة استخدم فيها اداة استفهام مستقلة. اوكي يلا
عندي مثال زي ما انتم شايفين، احمد is eating fish in a restaurant. يلا عايزين نكون مجموعة أسئلة عن أحمد، عن fish، عن in a restaurant. أحمد يأكل سمك في المطعم. لو أشيل أحمد هسأل عن أحمد، يبقى أقول إيه؟ من يأكل سمك في المطعم؟ هسأل عن fish، أحمد يأكل ماذا؟ يبقى ماذا أحمد يأكل في المطعم؟ طيب لو أسأل عن إن ريستورانت في المطعم، يبقى أين أحمد يأكل سمك؟ يلا نبدأ نسأل ونكون عن واحدة واحدة عن كل كلمة فيهم. هسأل عن إن ريستورانت، يبقى هستخدم أداة استفهام وير. يبقى لما أجي أكتب السؤال مش هكتب كلمة إن ريستورانت. يلا تكون السؤال أداة استفهام، فعل مساعد، فاعل أساسي. الترتيب الصح ما ينفعش نختلف عنه. يلا أداة استفهام أهي، وير فعل مساعد، في فعل مساعد في الجملة بنكتبه، مفيش يبقى واحد من ثلاثة، دو داز ديد زي ما اتعلمنا قبل كده. أهو في فعل مساعد إز كتبناه، يبقى وير إز أحمد إيتنج، بفضل أكمل كده لحد ما بشيل الجزء اللي أنا بسأل عنه، يبقى وير إز أحمد إيتنج فيش. أنا بسأل بوير يبقى أشيل in a restaurant. اوكي يلا هسأل عن كلمة fish سمك، يبقى ماذا أحمد يأكل في المطعم؟ بنفس الترتيب، أداة استفهام، فعل مساعد، أهو الفاعل، وأنا ماشي كده أهو fish بسأل عنها، بماذا يبقى شلتها وأكمل in a restaurant، يبقى what is أحمد eating in a restaurant. أوكي يلا طيب هسأل عن أحمد، أحمد يأكل سمك في المطعم. لو هستبدل أحمد أشيله بدل استفهام، يبقى من، يبقى هو فعل مساعد، is من يأكل سمك في المطعم، يبقى هو is eating fish in a restaurant. أعتقد إنها سهلة جدا وخطواتها أسهل بكتير. يلا تعالوا ناخد بعض الأسئلة كده التقليدية وإزاي نحلها. يلا عندي جملة كده بتقول، الجملة بتقول there are 365 days in a year. عايز اكون سؤال عليها، يوجد 365 يوم في السنة. عايز اسأل how many، كم عدد، يبقى يسأل عن العدد، لأن العدد اللي في الجملة مش 365 days، لا العدد اهو 365 ده العدد اللي هو هيتشال، اما days دي هتفضل زي ما هي. اوكي تعالوا نحل. يلا نبدأ بأداة الاستفهام اللي هي how many، how many. بعد أداة الاستفهام how many لما بتسأل عن العدد لازم اسم يعد، كان الاسم اللي يعد ده العدد وده المعدود، يبقى how many days، كم عدد الأيام. أوكي يلا نكمل بعد أداة الاستفهام والشيء المعدود بالنسبة لهاو ميني. ها الفعل المساعد، في فعل مساعد في اللي هو ار، يبقى اكتبه ار. بعد كده الفاعل there، كمل in a year، منتهى السهولة. اوكي بنفس الفكرة كده اتعلمناها، برضو عايز اسأل how many، there are 52 weeks in a year. عايز اسال how many. اوكي نسال how many، يبقى برضه how many، قلنا بعد how many
اسم لا يعد، اسم يعد. How many؟ ها؟ There are 52 weeks. العدد 52، ده اللي هيتشال لأن بسأل عنه. الاسم اللي يعد weeks. How many weeks؟ اوكي. بعد كده فعل المساعد في are، نكتب الفاعل there. كمل in a year. سهلة جدا. يلا ناخد نمط جديد. واخدينه قبل كده. I am 11 years old. عايز اسأل how old، كم العمر. اوكي هنسأل how old، how old. فعل مساعد فيه عندي I am تقول هو، أو كلمة am تتحول ل are، am تتحول في السؤال ل are، و I تتحول ل you. تمام. أنا بسأل عن العمر، فين العمر؟ 11 years أهو، 11 years 11 سنة، ما تنفعش. يبقى how old are you؟ قولي كلمة old بقول لك أهي مع عدد الاستفهام. That's okay. يلا. The farmer has got a cow. Who؟ عايز يسأل عن الفاعل. من الفاعل بتاع الجملة اللي هو، الفاعل بتاع الجملة هو الفلاح يمتلك أو عنده بقرة. يبقى الفاعل بشيل the farmer وأحط who. Who؟ وتعلمنا إحنا نشيل الفاعل ونحط who ونكمل الآخر، يبقى who has got a cow. Okay. The farmer has got a cow. Okay. He wrote music for many famous singers. هو كتب أو ألف موسيقى لمطرب مشهور. عايز يسأل هو ماذا؟ يبقى كده يكون السؤال حتى باللغة العربية، ماذا هو كتب لمطرب مشهور أو مغني مشهور؟ يبقى هشيل إيه؟ هو كتب إيه؟ ميوزك. يبقى أنا هشيل كلمة ميوزك. يبقى what فعل مساعد، في فعل مساعد، ما فيش فعل مساعد، يبقى واحد من ثلاثة. هو قصدت حسب الفعل بتاع الجملة، فعل الجملة اسمه root، ده الماضي من رايت. يبقى كده قلنا دو لو الفعل في المصدر، داز لو الفعل اخره اس، ديد لو الفعل في الماضي. ده الماضي، يبقى وات ديد. الفاعل هي، لما نجيب فعل مساعد من بره يبقى الفعل يرجع للمصدر. وات ديد هي سوري رايت. What did he write؟ كمل. For many famous singers. ماذا هو كتب لمغنيين مشهورين كثيرون أو كثيرين؟ Okay, he writes. نفس الجملة بس هنا اللي اختلف الزمن بتاع الجملة. يبقى اللي هيختلف معايا الفعل المساعد، وعايز يقول he writes music، هو ألف موسيقى لبرامج تلفزيونية كتيرة. أعتقد أن السؤال ما يبقاش how often، هيبقى what. يبقى what does he writes music for television programs.
وات. هي نفس الفكرة، عايز يسأل وات، يبقى بس اللي بيختلف معايا هنا ان الفعل منتهي بإس، يبقى هل تفهم هي وات. ماذا هو كتب لبرامج تلفزيونية؟ يبقى هشيل كلمة أكيد ميوزك. وات هنا في فعل مساعد؟ لا مفيش، الفعل منتهي بإس يبقى فعل مساعد بالتأكيد كده داز. وات داز الفاعل هي، بعد كده الفعل الأساسي بيرجع للمصدر لأن جايب فعل مساعد من بره. وات داز هي رايت، وشيل ميوزك لأن هي مسؤولة عنها. فور تلفزيون بروجرامز. اوكي، شكل تاني من اشكال السؤال اهو. الجملة بتقول the French flag is red, white and blue. The French flag is red, white and blue. العلم الفرنسي يكون من اللون الأحمر أبيض والأزرق. عايز يسأل what color، ما لون، what color. وات كلر بيسأل عن اللون، يبقى لما اجي اسأل بشيل الالوان او اللون من الجمله، يبقى ريد وايت بلو. يعني تشيك وات كلر فعل مساعد، في فعل مساعد في اللي هو از. وات كلر از. بعد كده الفاعل ذا فرنش فلاج. سهلة ما فيهاش أي صعوبة، المهم نركز في الخطوات ونكون عارفينها كويس. في فعل مساعد بيتكتب، مفيش فعل مساعد بجيب واحد من ثلاثة دولاز ديت. ترتيب خطوات السؤال ثابتة، المفروض حضراتكم تحفظوها. فاعل أول حاجة ببدأ بهذا الاستفهام، بعدها الفعل المساعد، وقلنا الفعل المساعد بيتكتب إزاي، في بكتيريا مفيش واحد من ثلاثة دول أصدر. بعد كده الفاعل، بعد كده الفعل الأساسي، وإذا كان درسنا النهارده